لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة للتخسيس، مكونات طبيعية خالص، مكونات فريش، وصفة يعني مكوناتها موجودة عندنا كلنا بإذن الله. يلا بينا بسرعة نقول ايه مكونات الوصفة بتاعتنا. خليكم عزيز. اول مكون هحتاجه النهاردة ان شاء الله شرايح الليمون. هجيب ليمونة وهنغسلها كويس جدا وهنقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده، وكمان هحتاج معلقة واحدة من الزنجبيل، سواء الزنجبيل البودر، بودرة ده بنجيبه من عند العطار او من السوبر ماركت، وممكن نستعمل الزنجبيل فريش عادي جدا. اما اخر مكون معايا هحتاج معلقة واحدة من النعناع الاخضر، ممكن برضو نستعمل النعناع الفريش او النعناع المطحون اللي احنا بننشفه ده، وانا قلت لكم قبل كده ازاي بننشفه، بنجيبه وبننشفه وبعد كده بنطحنه في المطحنة وبيبقى معانا بالشكل ده. لو انت عندك نعناع اخضر عادي ينفع برضو معانا في الوصفة دي، ويبقى بيبقى طعمه تحفة ان شاء الله. كل اللي احنا هنعمله هنجيب شفشق يكون يكفي لتر مية. هبدأ اضيف معلقة، الاول هنضيف شرايح الليمون، وكمان هضيف معلقة النعناع الأخضر، وهضيف معلقة الزنجبيل، وزي ما اتفقنا يا إما زنجبيل فريش أو زنجبيل البودرة. كده أنا ضفت كل المكونات اللي أنا هستخدمها في الوصفة بتاعتي. طيب هنعمل إيه بعد كده؟ هنجيب الكاتل، هنولع الكاتل ونعمل مية سخنة بتغلي. أنا مش هولع على الوصفة بتاعتي دي، لأ أنا هسخن مية في الكاتل وهضيفها على المكونات بتاعتي دي في الشفشة. أنا هضيف مية سخنة بتغلي أهي على المكونات بتاعتي دي زي ما انتم شايفين كده. انا يعني غالية المية كويس جدا، طبعا هنضيف تقريبا لتر مية، الشفشق ده لتر بالظبط، يعني هضيف لتر مية على المكونات اللي انا قلتها لكم دي. كده انا ضفت لتر مية على المكونات اللي احنا عملناها. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنسيب المكونات دي كلها في هنسيبها لمدة 3 أو 4 ساعات لحد ما تبرد تماما خالص. طبعا هنقلبها علشان بس نحرك المكونات كلها تمتزج ببعضها كده في المية. هنسيبها بقى لمدة 3 أو 4 ساعات لحد ما المية تبرد تماما، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحطها في التلاجة. بعد ما نحطها في التلاجة هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها كل يوم هناخد يعني الكوب اللي انا هشربه، كاس المية اللي انا هشربه، هجيب المصفى بتاعتي وهجيب الكوب. انا مش عايزاكي تصفي الكمية كلها مرة واحدة، لا ساعة ما تيجي تشربي هنجيب الكوب بتاعنا كده بالشكل ده، وهنجيب المصفى هنصفي الكوب اللي احنا هنشربه وهنحط الباقي في التلاجة. طيب هنشرب كم كوب في اليوم؟ على قد ما تقدري تشربي، ممكن تشربي من 4 لـ5 كوبايات في اليوم عادي جدا، ولو كترتي اكتر برضو عادي. كل ما يعني تعطشي حاولي تشربي منه. تخسيس رائع جدا جدا لمنطقة البطن، وفي 7 أيام هتشوفي نتيجة ممتازة. وانا هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم بعد ما تجربوا الوصفة. الوصفة دي جميلة جدا ونتائجها ناجحة، هتعجبكم ان شاء الله. زنجبيل معروف للتخسيس والليمون كمان، واحنا بنحط النعناع برضو عشان يديكي طعم حلو جدا. لو عايزة تحليها حليها بالعسل، ممنوع السكر، بس انا افضل ان انت ما تحليهاش، يعني لو هتقدري تشربيها كده من غير ما تحليها يا ريت يكون افضل. بس حبيب قلبي دي كانت الوصفه بتاعتنا. هنسيب المشروب، هنسيب الشفشق ده زي ما هو كده في الثلاجه، اما تيجي تشربي هتاخدي الكوب بتاعك وبعد كده هتسيبيه في الثلاجه تاني. استمري على الوصفه ديت وهتشوفي نتائج ممتازه ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي جيجي، اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب وانستجرام، وانتظروا جيجي في وصفه جديده مع جيجي للوصفات الطبيعيه. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.